تعالوا نروح دلوقتي عشان نتابع آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة والأنشطة مع مراسلتنا العزيزة سالة حامد الموجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سالة صباح الخير عليك، اتفضلي سامعينك. يا صباح الفل يا كريم، وكمان بصبح على نهواند وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، يعني أنا معاكم النهاردة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان أنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بلجان النادي الأهلي والأنشطة اللي بتتقدم لأعضاء النادي الأهلي في جميع فروعه وأخبار النشاط الرياضي. وكالعادة خليني أبتدي بأخبار اللجان. لجنة الطفل برئاسة الأستاذة نداء داوود بالتعاون مع اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية بتعلن عن حفل فني غنائي للأطفال ولأعضاء النادي الأهلي، وده هيكون بمناسبة عيد الشرطة وأجازة نص السنة. الحفل يعني هيقام يعني بالضبط أمام شاشة العرض، الشاشة الرئيسية بمقر النادي الأهلي بالجزيرة يوم الجمعة 5 فبراير من الساعة 1 حتى الساعة 5 مساء. ويعني اليوم ده هيشمل يعني حاجات كتيرة جدا، الأجواء اللي بيحبوها الأطفال، يعني هيكون في شو عرايس، فقرة الساحر، يعني كل الأجواء اللي بيحبوها الأطفال هيلاقوها في الحفل يوم الجمعة. كمان لجنة الطفل في الإيفنت ده يا كريم هتكون بالتعاون مع إدارة الطلائع بوزارة الشباب والرياضة، إنه هيكون في حفل فني غنائي واستعراضي من الفرق وزارة الفنية، وده يعني هيتم يوم الجمعة إن شاء الله، يعني بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. هيكون في تباعد ما بين الأطفال اليوم ده وكله هيكون ملتزم بارتداء الكمامات، وطبعا هيكون في تباعد اجتماعي ما بين الأطفال وما بين أعضاء النادي الأهلي. ده بالنسبة لأخبار اللجان. خليني أروح لأخبار النشاط الرياضي، وكالعادة هبتدي بالفريق الأول لكرة السلة سيدات بكابتن الكابتن علي هاشم. سيدات السلة النهاردة إن شاء الله افتتحوا مشوارهم في بطولة دوري السوبر للسيدات. النهاردة النادي الأهلي هيواجه نادي مصر للتأمين الساعة 6 هنا في النادي الأهلي على صالة الشهداء. ده بالنسبة لسيدات السلة. بالنسبة لرجال السلة النهاردة إن شاء الله هيوصلوا تدريباتهم على صالة الأمير عبدالله فيصل بمقر النادي الساعة 1 استعدادا لمباراة غد واللي هتكون أمام نادي طلائع الجيش. المباراة يعني هتقام يا كريم على صالة طلائع الجيش الساعة 6، وده كمان هيكون ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للرجال. كمان خليني بقى اروح لكره الطايره وسيدات الطايره او فتيات الذهب بكابتن الكابتن حمدي الصافي. النهارده ان شاء الله هيواجهوا نادي سموحه الساعه 4 على صاله سموحه في مدينه الاسكندريه، وده هيكون برده ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره. ورجال الطايره النهارده ان شاء الله هيواصلوا تدريباتهم من الساعه 5 للساعه 8 على صاله الامير عبد الله فيصل بمقر النادي استعدادا للمرحله المقبله واللي هتشهد يعني مباريات كتيره جدا في النهائي لدوري العام لكره الطايرة. والمفترض يعني يا كريم ان بعد يومين او ثلاثة الاتحاد المصري لكرة الطايرة هيبعت يعني الجدول وهيستقر على الجدول خلاص، جدول مباريات لنهائي بطولة الدوري العام لكرة الطايرة. خليني بقى اروح لكرة اليد، وبعد يعني انتهاء بطولة كأس العالم امس بعد المران يعني فريق اول لكرة اليد احتفلوا احتفال بسيط بلاعبي النادي اللي كانوا متواجدين مع المنتخب في بطولة كأس العالم لكرة اليد، يعني على الإنجاز اللي حققوه يعني المكانة اللي وصلوا لها في بطولة كأس العالم. احتفلوا بهم احتفال بسيط بعد المران، وطبعا بعد انتهاء البطولة هتعود مرة أخرى المباريات في بطولة الدوري، عشان كده الفريق النهاردة إن شاء الله يعني هيستعد لها بشكل قوي من خلال إقامة مباريات ودية. النهاردة الفريق الأول هيواجه نادي الزهور في ماتش ودي عفوا الساعة 8 مساء على صالة الأمير عبد الله فيصل بمقر النادي. ده هيكون في إطار استعدادات الفريق لرجوع لمباريات في بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد. يعني دي يا كريم كانت أهم وأبرز الأمور والأخبار المتعلقة بالأنشطة داخل النادي الأهلي والنشاط الرياضي. طبعا أنا معاك لو في أي أسئلة، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. كلمة ليك يا كريم. لا مزيد من الأسئلة زميلتنا العزيزة سالة حامد مراسلة قناة النادي الأهلي من مقر النادي في الجزيره. بنشكرك شكرا جزيلا وصباح الفل عليك. صباح الخير عليكي يا سالا ومره ثانيه وشكرا ليكي. ونروح